فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الهوى مرض كمرض الكلب، والكلب هو الذي المرض الذي ينشأ عن عضة الكلب، عن عضة الكلب، لأن فيه من الكلاب من يصاب بداء، فإذا عض أحدا أصابه هذا الداء وانتقل إليه ثم فتك به إلى أن يموت. يسميه العوام المغلوث، نعم، الغلاث المغلوث، أو يسمونها السعار. فالهوى والعياذ بالله يشبه داء الكلب الذي يصيب الكلاب وتعض الناس فتقتلهم أو تمرضهم مرضا شديدا، وهذا فيه التحذير من الهوى. ويتجارى، ما يترك عرق من الجسم لا دخله، فكذلك الهوى والعياذ بالله يتخلل في الإنسان كما يتخلل داء الكلب، وهذا شيء مشاهد. فأصحاب الأهوى تجدهم دائما في صراع وفي عراك فيما بينهم، وإذا بين لهم الحق أبغض ما يسمعون كلمة قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، فإن أبغض ما يسمعون هذا، لأنه يخالف أهواءهم. والله جل وعلا يقول في عباد الأصنام: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا وافق ذلك أهواءهم استبشروا وفرحوا، وإذا خالف أهواءهم اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وهذا مثال لأهل الضلال الآن، فإنهم لا يريدون سماع قال الله وقال رسوله، وإنما يرغبون في قال فلان وفلان من أئمتهم أو قادتهم.